بطولة كبيرة، العالم كله بيتفرج علينا، وشفنا المباراة الافتتاحية وشفنا التنظيم، حاجة مش جديدة على السعودية وعلى شعبها. إن شاء الله تبقى مباراة بكرة كبيرة تليق بفريق النادي الأهلي ونادي الاتحاد. طبعا فريق الاتحاد فريق كبير وعنده لعيبة كتير نجوم ولعيبة كبار، بس في الآخر أنت بتلعب 11 ضد 11، 11 لعيب في الملعب، الأجهز واللي مركز أكتر هو اللي يقدر يحقق النتيجة الإيجابية. بنحاول نصحح السلبيات اللي بتحصل في أي مباراة بنتعادل فيها أو ما بنحققش فيها نتيجة إيجابية، ونحاول نستفاد منها تبقى درس لينا. وطبعا يعني احنا مش أول مرة موجودين في كأس العالم، عندنا خبرة في كأس العالم كذا مرة، وإن شاء الله يعني طموحنا على السنة دي إن شاء الله.